منك أبوك أو أمك أمرا أنت تعلم أن فيه مضرة لأبيك أو أن فيه مضرة لأمك، فلا تريد أن تطيعهما لكنك مغلوب على أمرك، تتردد، أمك تأمرك، أبوك يأمرك، وأنت تعلم يقينا أن الأمر فيه مضرة لا تطعهما. ربك يقول بعدها: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم.